فالأمير راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها حتى الخادم. فقال: والخادم راع ومسؤول عن مال سيده. والرعي أو كلمة رعى تأتي في لغة العرب بمعنى الحفظ والصون والائتمان، الحفظ والصون والائتمان. فأقول: فلان رعى المال، إذا أعطيت مال رعاه بمعنى حفظه وصانه. وربما كان الرعي في الأمور المعنوية لا المادية، أعطيته سرا من أسراري فقلت: فلان رعى سري، بمعنى أنه حفظه وصانه. هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح، إن قلنا الراعي والرعية، ما المقصود بالراعي؟ فنقول: الراعي هو كل من ولاه الله تعالى أو ولي على أمر من أمور الخلق. هذا المقصود الاصطلاحي من معنى الراعي. فهناك راع وهناك رعية. والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها حتى الخادم. فقال: والخادم راع ومسؤول عن مال سيده، وهو مسؤول عن ما استرعاه الله تعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. انتهى الحديث. فلذا كانت معنى، إذا قلنا الراعي بالمعنى العام، فإن كل إنسان هو راع، كل إنسان هو راع، كل مخلوق هو راع، لا بد وأن يكون قد ولي على شيء. فالرجل راع على أهل بيته، على زوجه، على أولاده، على بناته. المرأة راعية أيضا في بيت زوجها، على أولادها، على ما استرعاه الله تعالى عليه من خدمة البيت وتنظيفه ونحوه. وكذلك الرجل في عمله، إن كان مديرا أو إن كان رئيسا فهو راع ومسؤول عن إدارته. لكن إذا قلنا الراعي بالمعنى العام، فإن المقصود بها الإمامة العظمى، ولها اصطلاحات كثيرة، إما بمعنى الملك أو الرئيس أو الأمير أو السلطان. فهذه هي الرعاية العظمى، ولذلك تسمى الإمامة العظمى.